بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أقل من شهرين أعلنت أبل عن الجيل الثالث من سماعاتها، وتكلمت في قناتي على اليوتيوب، واللي بالمناسبة اللي عنده سماعات إيربودز أنصح أن يدخل على قناتي في اليوتيوب وشيك على الروابط الموجودة في وصف الفيديو تحت، وراح يحصل فيه كل شروحات والمعلومات اللي يحتاجها لو كان عنده سماعات إيربودز برو. فلو جينا الآن دخلنا على أمازون فراح نحصل أنه سماعة إيربودز الجيل الثالث سعرها 799 ريال. طبعا هي تتفوق تقريبا في حاجة مهمة واحدة عن سماعات الإيربودز برو، هي أنه راح تعطيك ساعة إضافية، فبطارية الإيربودز الجيل الثالث أفضل من سماعات الإيربودز برو اللي نزلت قبل سنتين. طبعا فيها مميزات لكن ما أتوقع أنها مهمة، جودة الصوت فيها ممكن تكون أفضل بشكل بسيط وغير محسوس، بالإضافة لأنه فيها حساس للجلد، بمعنى أنك أنت لما تشيلها من أذنك بعد طول راح توقف الصوت. فالسابة كانت سماعات اللي قبل لما تجي مثلا تحطها في شنطة فراح يشتغل الصوت لأنه حساس ضوئي ولا يحس بالجلد. فسماعة إيربودز الجيل الثالث متوفرة الآن ب 799 ريال على أمازون، وروابط شرائها راح تحصلونها في وصف الفيديو تحت. لكن ما أنصح أحد يشتريها، لأنه الآن على أمازون السعودي أيضا متوفرة سماعات الإيربودز برو، واللي تجي مع حافظة شحن تدعم تقنية الماكسيف، بحيث أنه أنت حطيتها على شحن الماكسيف راح تضمن أنها تنشحن وراح تشبك عليه بشكل مغناطيسي. فمتوفرة الآن بنفس السعر ب 799 ريال. طبعا هي مجرد أنك تطلبها راح يحصلون مبلغ وراح يشحنونها لك بعد فترة. فنصيحة، اللي حاب أنه يشتري أنا أنصح أنه يشتري سماعات الإيربودز برو ولا يشتري سماعات إيربودز الجيل الثالث، بسبب ميزة عزل الضوضاء. ميزة عزل الضوضاء ممكن تكون مفيدة لك لو أنت مثلا ركبت الطيارة، لو رحت مكان فيه إزعاج، في النادي أنا دائما أفعلها عشان الإزعاج اللي حولي ما يضايق لي. فحتى لو كانت سماعات الإيربودز الجيل الثالث هي الأحدث، لكن ما زالت سماعات الإيربودز برو بسبب ميزة عزل الضوضاء هي الأفضل، خصوصا أنه أنت راح تدفع نفس السعر. فنصيحة، اشتري سماعات الإيربودز برو ولا تفكر في سماعات الإيربودز الجيل الثالث إلا في حالة واحدة فقط، أنه إذا كانت الجزء المطاطي اللي حول الأذن هذا يضايقك فأتوقع أنه ممكن سماعات الجيل الثالث تناسبك، لكن لو ما كان يضايقك أنصحك أنك ما تفكر تشتري سماعات الإيربودز الجيل الثالث واشتري سماعات الإيربودز برو. كل الروابط لشراء هذه المنتجات موجودة في وصف الفيديو تحت، سواء على أمازون الأمريكي أو أمازون السعودي. فلو حابين تدعمون القناة أتمنى أنكم تشتروا من الروابط اللي موجودة في وصف الفيديو تحت. يعطيكم الف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.